لازم المصريين كلهم يبقوا ايد واحدة. مفيش حد ابدا يفرق بيننا. الشباب اللي اتخرج النهاردة ده بيتخرج ويبقى مستعد دايما ان هو يبذل روحه ودمه عشان خاطر بلده وناسه. لازم تكونوا عارفين كده. وانا عايز اقول لهم هم كمان، خلي بالك، خلي بالك من اهلك وناسك. اوعى ابدا تجور وتظلم، اوعى ابدا تجور وتظلم. يعني الوصية هنا لينا كلنا، للي اتخرج ولينا كشعب مصر. كان لازم اقول الكلمتين دول وابقى فرحان بيكم انتوا الاثنين. الجيش والشرطة والشعب والدنيا كلها في مصر ايد واحدة. اقول كمان مرة، الجيش والشرطة والشعب، لا ما يجوز كده، الشعب 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 والجيش والشرطة ايد واحدة. طب اكمل. طب الشباب طب الشباب، الشباب والشرطة والجيش والشعب ايد واحد، مش كده؟ ممكن نبارك لهم من فضلكم؟ طب ممكن. انا متشكر جدا منكم ومكتر خيركم، شكرا جزيلا، متشكرين. ممكن اسلم عليكم؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، متشكرين يا فندم، شكرا جزيلا.